السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بريكانا جبركنا سورة الكهف. أفهات يا ريخستن جلاي دزجه قلم هفكاري دجال كنال خابير. هين جلد خير هاتن. دجال سرپرش سيداي فوات علي وهرواسا خشكا منتها شفيق. دوی بریکانه ده چونکی وقتی بریکانه ای که ما دهندک خالن گرنگ بیژن و پیشتین گم دشنه بجدار بوید خواهم او خالت گرنگ با همی بجدار بیانه ام حس که این گداری همان خالا بکن خالا ای که او که ام بیژن شرمی نکخواه نهیدن ایک جاری چونکی گلک بجدار بوید ما شرمی ود وانا کر آیت قرآن همی اجویر بکد یعن جهند کلمت قرآن اجویر بکدن او یادیتر یاش همی گرنگ در او كو ام بيجن هين افيت ان قران اجبر دكن بلا تاثيره غوتني تهواد تهواد وهوا نكتن بونمونا ايات القران الله تعالى شد بيجتن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر الله تعالى سر هر حفت باقت اسمان الرب بيجت هوا من قران بو هوا بصانه هيكري افجا هر مداق بت هر ماموستاق بت هر حوالاق بت هر کسکش اندام خیزانات بیشتا قرآن زحمتا اوی آیت قرآن بو بیجه او بیجه الله تعالی بیجتن من قرآن بسانه هی کری و هر وسا دویتن هین قدری خواب بزانن هر وکی دکتر ایمن سوید بیجتن من لزم مبارکه صار مبارکه هر کسکی خواب او مبارک و بگرتن اوجد مبارک بتن اوجد پیروز بتن هر وصف پیغمبر من محمد علیه الصلاة والسلام دبیجتن خیركم من تعلم القرآن و علمه خیرترین هوا اوه اوی خواه فیر قرآن دکتن و غیر خواجی فیر قرآن دکتن و ام بیراوتش تاکی بینن بری چند روز اگه دزگه ما قدم چار حافظت قرآن جدر کفتن هگر هوا دیت به طور جواکی جده یعنی کسا که چارده بازه سالی قرآن پیروز همیش برگر بین اوه قدنا الله تعالى يقول مسلمين كود بيجتن ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر انكو قرآن ابو مبصانا هكري بس بو كي يه بخوينتن يه عملي بيبكتن و يه تطبيق بكتن كا سيدا و سر برشتما سيدا فواد علي جساكا بتن جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم بنالة رزدار دستخوشي بو وان بيزانين و وان نبي انالت جرنك خدت على خيرت مزنك ان شاء الله اف خالتا گوتین ببن وکی بجن درگه هک بو مهمیا ام پیویا برای خواب دیم قرآن وش برکه موی وکی صدای نبیل گوتی ام دی دوباره بیروا این بلا خوش کبرا وقت تیم ویره ایک جار شرمی راکن اول نقطه اک تیبینی اک چونکی خوش کبرا ترزدار اوید تایبت اوید هین پشک دارید ماشالله گل اکا پشک داری ها کری ام دو تیبینی ها بجن ایک راست احتمالتا گل اک جوانی هاش برکری احتمالتا گل اک جوانی هاش برکری بس الوری حسابه خاطر ویره چهات بشه او حسابه احتمالا تو بشه پانه مثلا تو یکی ناس که حواله تا اوجی گلتا تید ویره ده بری کانه که تو بشه خود میگله شوی جوانتر یاش برکری بابو چی در آجام شوی که امتر حال الویره حسابه و جا بخواد چه ارتباکی و چه وکیت بشه شرمی دل دفخانه ایلا تو الماله تجبره میگه تو توی سر نویجه بیجه ام وقتی هم سرش تد که میشه و از سر نویجه بیجه من از الماله چنکی الویره حسابه تا چند لاوش بر بود ویره حسابه مسابقه بخواه وكيف بيجن طبيعته السيدة وصلنا ويجي حسابها أما نقطة نقطة قد هي جلا جرين جاراتي جمع دو جارا بيرا وإنا دس بيك ودو ماي كي فراستي خوش كبرا جلا كأخوان نفسي يعني هم فيرونا جين سيدة برنامج وكيف بيجن وقت هيرونا جد وقت سيدة تلفونات كت كهين بيم بشك داريه بكن مثلا بنمونا إكشنبة دورة تاي أنسى شنبة أو نوفت سيدة دت تلفزيون ريفبريا تلفزيون مثلا شاشن حفتن هکر اونین حقی اون راستی صوت سیدا چونکه پشت اینگه وقت نینه و خوشکبرا دی دی گلک مینش برهندی بله خوشکا منتاکتا جی چکه بدام چین برف پشک دارید خوابش بر دا وقت مرا چین گلک بله دست بکی سپاسی خدا مازان دیگه گو هم اخستیم و هیوا بیروز دا و دیستا حدیثان جیم گلک کیف خواشین گو افصال دیستا و هم پشک دار بین دوی برنامه بیروز دا او جی برنامه جبرکن از صورت الگه هف بلا مش بینکین گلی همی پشک داره و گو هین دید گلمه دا پشک دار بین گو رجا قیامت و وقت رب العالمین بحشت داخل بحشت دکتو لوید درجات ما دل دیف چه بن دل دیف اجبر کرنا ما قرآن بیروز بن
چونکی دبیشن ما دگازی در هلانه و دبیشن ما بخوی نگاته چند جبره تو دلی فجبر که نخواد درجات داد به حشت دا این بلین کرنه به جمادم درجه ند به حشت دا دیدی جبر که نه قرآن بیروز بن بل امجی به چند بلند ور بگیرین و هندیش ما بید ام قرآن بیروز جبر بکین الدی فشیانت خواه و پیچی بینا دید خواه دخواز سرکفتن بو همی بجدار بویان خواستیم انشاءالله خودش بلا کرم کنش بر وقتی شکدار ای که بلا کرم کد خیر هاته خیر هاته برا خب دنیاسه خوشکا عزیز حوزان رمضان گل افقیر هاته خوشکا حوزان کرم گب خواهی که پل بشه را اما بدف من بله خوشکا حوزان تلکی داد گل ما پشک داره شیزو گل آب خیر هاته سرچشمه خرسکانه خوشکا منده سیده نبیل آیتا 13 حتا 16 یا الله بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دجوری تمام که نحن نقص عليك نبأهم بالحق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا بل تمام كده بجدي هيدي بيجي ترتيل بجدي هيدي يعني بنمنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض بجكي يعني وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ولن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو يعتزم درست الأسلوب خالد بيجي صليت شو يعني تقول بس كلمة خالد قول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو يحتز دلها خشكة هوزان ليه بزفرع بالآيات هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا بله صحت خوش سؤال دوه شآيات پنجیو دوه حتى پنجیو تنجی يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم آيات دوارك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم وما منع الناس أن يستغفروا ربهم تعال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم بلى إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا بله سؤال السيود ما هي صحة تخوش
سر خواب و عادی باشه مگه تو المال تو ادخله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه نوت دو ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما تمام كده ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بلى وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا واستغفر لا واستغفر ربهم الى قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الهرد فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعنوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا له ان يظهروا وما استطاعوا بس كلمه درس بجا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا هو تديش بيجو بس لها استطاعوا وما استطاعوا له نقبا استطاعوا له نقبا وكان له وما استطاعوا له بيجو فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا نقبا خلتا قافي السكون غير ديالك نقبا نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة بلى جملة نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا خلاص بس حتى يري فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان لا تنوينها دكاء وكان بس عن دكاء عند راسته عن دكاء وكان يعني نتمينا تماما جزاك الله خيرا صحتك خوش انا ظن انك تلاوش برا بس الفيري ما اقول فيري حسبها في بوتاه بو اديش بشتي تجي صحتك خوش قالك باش بي خذي تعالى خيرا تمازن قلت ان شاء الله قال بخيرات خوش خذي الجلطه وقال بخيرات بله دي بعرف بشك داري دوي فاتشي بله بينا رانجل فيتشان دي ما تيبيني اكو هاي قالش بركنا صورتها الكهف بيدفيا بشيك دوري ما قال لك الشيوري الحركة بكن بون منا فاتحيك وهنا كان زعما انجي سكون هن بخوينا بفاتحة انا بضامة انا بكاسري افشان دها همي سروا بحسابة و راستا يعني ام اعتماد ما كلية سر حفظي بالي بهر احكام التجويدي جي ام دهر اف احكام تكو بيدفي بين قوتنا بون منا قوتنا شادية قوتنا مادية واف احكامتها يعني برنياسن و بيدفي يعني اجبار كريمة وانت اشتهمية يعني بيجي كيكي الشياري الاحكام التجويدية يجي بيكي تتحفظ اخوادا بلا العفو خوش كمان صحات خوش بس يعني قال تجويد بخوان قال لك نا سارة بس بلا سيدة بس باكو شادة حركة بلا حركة يعني حسيبة يعني مثلا فاتحة بكت ضمة كده ودي السكونة بكت فاتحة بلا هفا يعني فيت كلمات درس بتخوان دري اما حسيبة تجويدي يعني قال لك كيم يول سر چونکی اوی پشک داری که بحرا پتر نه یا وکی مجوده چه اگه لذت خوینن احتمال وکی بیشن مرونه تک تجوید دا هی راست اگه ایگ بی تجوید هایی باشتر بود تو چوی خلا نکد وکی بیشن هر دی باشتر به درجه بس اما حرکه و کلمه خلد بکد اوی یعنی بل. همه عادی بخوینه هر وکی تل مالی و بیش شرم بله خیر حدود عزیز خواب دنیاسی نوی من ایمان علی حاج من هفت صلاح گله بخیرات خوشکا ایمان تو لکی به پیشک داریت گل مد گه؟ گله بخیرات خوشکا ایمان تو چه خطاب خانه؟ بله پولا چنده؟ 11 آماده گله بخیرات سرچه و کرم گه بخواهی که پل بشیره؟ بله آمد دفن سخت باش یا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سیده نبیل شکر تا پینجه حتی یا دهیه امید دوباره که متجید توی المال و ما توی دخوینی باشه سهلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صحت خوش كلاي بوجبي سؤال دويش آيات السه حتى سو تشاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون. مش قائمة لبزفرة. أولئك. أولئك ال أولئك له. أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون. أبيش كلمة قتيلة ساكي. أولئك لهم جنات. تجري من تحتهم. أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون. دبورة. أولئك لهم جنات. من تجري. نعم بحرة بترى كلمة يا هاي. أبي تخص هذا. جنات. جلجلة القرآن هذا. أولئك لهم جنات تجري من تحت جنات عدن. دي الله. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما شاء الله. سؤال دمويكيش آيات شست دوه حتى حفتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوز قال لفتاه فلما جاوز واش او ما خد ام بيحسبناكين فلما جاوز فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. فوجد عبدا عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بس حد خش بس بكلمة تشاهد بيجي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولا أعصي لك أمرا. أعصي لك تمام تشكي هباجي نتجويدة مثلا نيابة تبكي كسرة أو كلمة خلدت تمام صحتك خوش جل خيرات خوش قائمة دخلت مازن قد جل خيراتي بله بله نكاشي دي كلام كين جل بشيك دارك قديتر امروز یه علامت همی خوش کن. بله. دیبلا. صحت همون خوش. انشاءالله ببین. جافلی کرد و همی خوش کرد. علیکم السلام و رحمت الله. خیر هاته. خدا خیر است. بس نویت خوش کرد. شرمین زکی علی. گلاب خیر هاته خوش کرد شرمین. از یک کار من دا کمال خوبیه. گلاب خیر هاته نادرت کی. خیر آماده. به خوش بیم پشیک داریاده. تا صورت کی همش بره؟ انشاءالله. کیت بیشتر. شراستم سيدة دي باش أسهر أسبوع تخوينا الحمد لله إن شاء الله شكرا لكم أخذ خيراتهم كلام جاي بخير كلام تخشك أشهر سألك بحل بجينا بله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوياتا تشهر دي سيدة حتى هاف دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال كلمة كتيلة النفرة ذات اليمين ذات اليمين وذات الشمال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سؤال دوي آيات 54 يا سيدة حتى 57 54 حتى 57 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس إن جاءهم الهدى وهم نعم نقلت كلمة هنا حركات رزق لكلمة هنا وما منع الناس وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وهم وما منع الناس أن يؤمنوا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم حتى تأتيهم مقدر رزقك بلى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم حتى تأتيهم العذاب ويستغفروا ربهم شنو حتى الكلمة دي شنو أن تأتيهم سنة الأولين ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم الهدى ويستغفروا ربهم حتى تأتيهم الهدى إلا أن تأتيهم هدى سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا ويجادل الذين كفروا ليؤمنوا وما نرسل المرسلين إذ جاءهم الهدى حتى دلي خوشك الشر من اللي صورة برزة برزة بي والله من لوش بها سيك فعلا نصنا بس وما نرسل المرسلين إذا جاءهم الهدى إلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أرسل هزوا وما أنذر هزوا بلى بس آيات تشاني بسيطة آيات 56 يا 56 خلاص يا 56 سنة
واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ويجادل الذين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله ممن ذكر ومن افترى ومن أظلم ممن ذكر بل ديالا شو السؤال قد ديالا ما السؤال دي آيات حفتي وحفتي حتى هشتئيك تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك نتنوينه قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لغلامين يتيمين أو يبني ما لم تستطع سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لغلامين يتيمين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الجدار فكانت لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يأخذ كل سفينة غصبا فأراد ربك أن يبلغ وأما الغلام فكان أبواهما صالحا فأراد وأما الغلام فكان أبواه صالحا فأراد ربك أي وأما الغلام فكان أبواه صالحا مؤمنين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكانت وأما الجدار فكانت لغلامين يتيمين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكانت لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وأما الجدار فكان لمساكين وأما الجدار فكان لمساكين يعملون في البحر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين بس صحتك تخش دخلها تمازك إن شاء الله جزاك الله خيرا قال خيرا دبرا قال خيرا دبرا عندي هلو تبيني دبارة كن سيدة باريس وقفت بشك داريت كن أنا صار مسؤول قال أتزان وانا أشبره سيدة أسمع مشكلة كنا أشبر بالنوعين فيني تشكي صورة كيف جي
همی اینیات خواندن ات خویل نبودی. یعنی راستی وقتی تین ویری هم حساب که چهود خدا نسلی که توی المال تو ات خویله. بله. هم ارتباط بمروی چی بیجا ایجا مرف. بله سید. یعنی بمروی ایجا برزه بسیدا. راستی یعنی بلاوی شرمیل دفخانه هیلن. چنگی شرم مالتی تو کی مگوتی که ایک چند لاوش بر بسیدا. راستی الویری حسابه. بله سید. ایک جدر و ایکش ایک لاوتری هاش بر. بس اول لاوتریش بر ویری تیگ بچد. دی درجه کم بود. یه دی احتمالا ویکی نش بره. او درس بخوینه دی درجه چت بری یادی. سید سر گفت ناتاج یعنی اگر مرو تفسیر بخوینه تن پتر هاری کاره بوش بر کرد. یعنی کلی بعدی بدت می تعبیر امر بی تفسیر. و اگر مرو سریع اش بر بکتن یعنی او سریع یوان مرو بیت کتن اجرا کلمه امر فلک بدن که جه وانا دی بدن چن جه فعلا من ابخاص صورت بله تو داخل بوره صورت که افخا وقتی ما نقلاتی ما چکی ما مجانی نم مگه هر جاره که میده پیچه که سه چهار دقیقه آخر بس ما وقت نبیش بر خوش کبرا ما چهار قصه دیتی دا سیدا قصه تا وان گنجو لوانه مانا یعنی تنزلش عقیده خانه کر بلا همی چتش دست بچن چون شکفتا تاریبه مانا اوه قصه دا که اگر تو تفسیری بخوینه اوه قصه فتنه بجن فتنه دینی یادی قصه تا یا چیه یا مالیه اصحاب الجنتین مانا فتنه مالیه هنده خواب برناگیر یادی یا علمیه هنده بیشه بس ما از زان ما کس دیگه راسته. اما خواد دینی درست و بجاده خواب علمی و فریح بی ما عنده هم من العلمی بگیر در قرآن بیشن اوه یا سیه یا چار یا دمایی که اصحاب عفوان نیودی یا دمایی که یا ذی القرنین یعنی حکر تو تفسیری بکنی خلاصه ما اینجی تو خلد ما بی وقتی ما دمایی که بجدارد ما نمانه ما نمانه بله ام دی خلاکی بدمایی خوشگاه منتها تو بدمایی بینم حسنی نشتا راضی بسیده بله. گلک سپاس نشتا راضی بود بله بینه لی رزدار به خوشحال بین که افشه وجید خزمت باید هیجا دا بین دخوازم اوه که اف بشک دارید گرمه دادید بشک دارید بین برنامه دا که دم یعنی پیوندی پیتید کرنه که فلان شوه دا آماده بین دا که بشک دارید برنامه دا بکن بلا آماده بین چونکه راستی اگر آماده نبین چکیش برگلکی و بشک دارید ما ام مجبورین که دی یعنی او بشک داره اگر وی شوه دا آماده نبید پشتینگی وی حقنی نجره که دیتری بید آماده ببید و دا خواست سرکفتنه بو همی پشتی دارد خواستین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته